موعد الخامسة الإخباري من الإخبارية الجزائرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر حل المجلس الشعب الوطني وإجراء تعديل حكومي خلال خطابه أمس للأمة. رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا عن 30 شخصا من موقوفي الحراك الشعبي الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية عشية ذكرى ثانية للحراك الشعبي المبارك. والقرارات والهمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى ترحيبا كبيرا وسط المواطنين، نرصد لكم في النشرة جانبا منها. وضمن الحملة الوطنية للتلقيح تتابعون انطلاق العملية بكل من ولايتي أدرار وتمن راست. بداية توجه مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخطاب للأمة بمناسبة يوم الشهيد الموافق ل 18 فبراير، أعلن من خلاله عن جملة من الإجراءات والقرارات الهامة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعلن عن حل المجلس الشعب الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. قررت باش نحل مجلس الشعب الوطني الحالي وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال، سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية. اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منا. وقلت أن الشباب اليوم اللي يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي احنا نساعدهم. الحملة الانتخابية تكلفوا بجزء كبير منها، وهذا كيفية نكونوا بدينا نغيروا في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة، والبرلمان هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب بصفة عامة، لأن ما يكونش عليه حتى تكون في حتى شكوك. والبرلمان هذا سينتخب، والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة. إذن ما هوش لا رؤساء البلديات ولا السادة الولات ولا اللي نظموا هذه الانتخابات، انتخابات نظمهم حال الهيئة المستقلة اللي مستقلة نفسها بنفسها، حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يدخلهم في خدمتهم. إذن نحاول كل وسائل باش ما يبقى حتى شك في مؤسساتنا. رئيس الجمهورية أعلن أيضا عن تعديل حكومي خلال 48 ساعة القادمة. أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق، بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا اللي سامع النداء نتاعكم، ولذا قررت أن على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن.
وعشية ذكرى ثانية للحراك الشعب المبارك، قرر السيد الرئيس إصدار عفو رئاسي عن 30 شخصا من موقوفي الحراك الشعبي الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية. اليوم رأنا في الذكرى على أيام قلائل تكون الذكرى الثانية للمسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصلي الأصيل المبارك اللي نفتخر به واللي أبهر كل الدول كل الشعوب واللي أنقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها، انقذ وبالأخص لما تقبل الانتخابات بكل روح سلمية. لأن احنا ما دامنا على يامات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل، أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد، حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس اخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و60 فرد، ان شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتهم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كشف خلال خطابه عن الشروع في فتح ورشات ووضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمحكمة الدستورية وكذا المجلس الأعلى للشباب. نصبت أمس واليوم ورشات تطبيقا للدستور الجديد، واعتقد أننا على أسبوع فقط يكون عندنا النص الأول اللي يسمح لنا بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني الأوبسرواتور ناسيونال للسوسيتي سيفيل. فتحنا ورشة أخرى أعتقد أن من على 15 يوم 20 يوم ربما يكون عندنا النصوص النهائية اللي تسمح لنا بتنصيب المجلس الأعلى للشباب، كذلك باش يتنظم وياخذ صلاحياته دستوريا. هذه الورشات اللي سرعنا تنصيبها مثل الورشة لخلق المحكمة الدستورية، يصبح المجلس الدستوري يعني يتحول إلى محكمة دستورية بصلاحيات أخرى وعدد آخر إلى آخره. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كشف أن عملية إعفاء الأجور الأقل من 30,000 دينار جزائري من الضريبة على الدخل مست ما يقارب 6.5 مليون مواطن. تنحية الضرائب على ذوي الدخل اللي ما يتجاوزش 30,000 دينار مس ما يقارب 6,500,000 جزائري. هادو اللي هم يتمنوا لنا الشر. الجزائر رغم الأزمة المالية وسقوط سعر البترول وتكفلوا بأبناء الجزائر، والمال اللي كان يمشي الفاسد اللي كان يمشي في تضخيم الفواتير واستثمار به في الخارج يمشي الجزائريات والجزائريين. ومن خلاله أو من خلال خطابه للأمة استذكر رئيس الجمهورية تضحيات الشهداء الأبرار من أجل جزائر مستقلة تسير من قبل أبنائها. اليوم رانا مع بعض ورانا مع بعض في ذكرى لا تقل أهمية بل هي أهم منا كلنا، ألا وهو يوم الشهيد. وما أدراك ما الشهيد؟ ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا لأن أعيش، وضحوا بكل ما لديهم بعائلاتهم وأرواحهم حتى تعيش الجزائر مستقلة
تسير من طرف أبنائها، وهو درس اليوم لما نرى أن بعض الجزائريين بثمن بخيص يريدون بيع وشراء في هذا الوطن المفدى. وبودي كذلك أن أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم ومرافقتي في كل الورشات اللي فتحناها مع بعض. فتحنا عدة ورشات، ربما ما كان لاش نسردها كلها، ولكن أكبرها هو بداية العهدة بتغيير الأساليب وتغيير السلوك. ثانيا التكفل أحسن الاجتماعي، وبالأخص تكفل بكل الجزائريين اللي كانوا محرومين لمدة سنوات وسنوات ولا واحد كان يدافع عليهم. والآن إليكم بعضا من ردود فعل المواطنين حول القرارات الهامة التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. نتابع القرارات اللي دار الرئيس، عجبتنا مليح، بالأخص حل المجلس الشعبي الوطني، ومدى بينا تكون قرارات جديدة إن شاء الله اللي تخدم البلاد والشبيبة. استبشر خيرا بقرارات السيد رئيس الجمهورية التي انبثقت عن خطابه ليلة أمس، والذي كان منتظر منذ عودته من رحلته العلاجية بألمانيا. هذه القرارات التي نحن نثمنها كمنتدى الشباب، كذلك العفو اللي راح يمس كثير من سجناء الرأي، ونظن على اليوم يعني كانوا راهم مع العائلة تنتحم. الناس راهي ثيقة فيه، إن شاء الله يخدم البلاد والجزائر والمواطنين الجزائريين كامل. احنا ماذا بينا البلاد تسقم وتكون دولة قانون. وعود ماذا بينا تطبق يعني في الميدان في أقرب الأجل. خطاب رئيس الجمهورية اللي مهمل حتى الشق وتناول جميع الجوانب. بعث من خلال عدة رسائل للمواطنين، وهو أنه سيوفي بالتزاماته خلال التي وعد بها المواطنين. شباب، هذه الحاجه اللي راه يركز عليها رئيس الجمهوريه، حنايا واش نطلبوا له النجاح في المسيره تاعه. قرار تاع الليارجي كانت نظره جد ايجابيه للقدره تانيك القدره الشرائيه تاع المواطن اللي يعاني منها المواطن الجزائري بزاف. الاجتماعي نبارك لهذا القرارات المتمثله في رفع الاجور، متمثله في رفع حد الادنى للاجور تاع 20000 دولار. بقبل كان الشباب يحارب باش يجيب استقلال تاع البلاد، اليوم لازم الشباب يخدم. راح يكون هناك تعديل، بمعنى الحكومه كما تروحش كامل، كاين الناس اللي ما برهنتش اللي ما بينتش لازمها تروح. هذه هي، رانا في وقت وين لازم الناس، لازم دم جديد، لازم الناس حابه تخدم، اللي مش قادر ولا مش حاب يخدم يخلي الناس تخدم هذا المكان. وعن ردود فعل طبقة سياسية، ثمنت كل من حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل ثمنت القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابه للأمة أمس، حيث اعتبرت القرارات بمثابة انطلاقة حقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة ومؤشرا على إصلاح حقيقي وعميق. حركة البناء خصت بالذكر قرار توقيع على مرسوم عفو رئاسي لفائدة مجموعة من الموقوفين، واعتبرته خطوة إيجابية من شأنها بعث السكينة والطمأنينة في قلوب الجزائريين. كما ثمنت عاليا إشادة رئيس الجمهورية بالحراك الشعبي المبارك الأصيل، وتأكيده على مكانة الشباب في مشروع الجزائر الجديدة. بدورها أشادت جبهة المستقبل بالقرارات الشجاعة التي اتخذها السيد الرئيس والمتمثلة في حل المجلس الشعبي الوطني والتعديل الحكومي وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. حزب الوسيط ثمن من جهته مضمون خطاب رئيس الجمهورية، معلنا عن استعداده الانخراط في مسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية عبر انتخابات شفافة ونظيفة. في غمرة الاحتفالات بذكرى يوم الشهيد، أحيت بلدية زيغود يوسف بقسنطينة مئوية الشهيد القائد زيغود يوسف بحضور السلطات المحلية والأسرة الثورية. عن التلفزيون أمينة بعطوش. منطقة الشمال القسنطيني لا تزال شاهدة على تضحيات السي أحمد، وهي من احتضنت مئوية هذا القائد الثوري والمسؤول العسكري. فالانطلاق من مقبرة الشهداء
ببلدية زيغود يوسف، أين وضعت أكاليل من الزهور وقرأت فاتحة الكتاب ترحما على شهدائنا الأبرار. وحتى يبقى الشهيد حاضرا بوطنيته، تم وضع نصب تذكاري للشهيد البطل زيغود يوسف بوسط المدينة مسقط رأسه كرمز مخلد له. من الحدادة والنجارة تعلم كيف أنه يطوع الحديد ويطوع النار ويطرد الاستعمار عن طريق أنه يقاوم الاستعمار بالحديد والنار. هذا الرجل يعرف عليه الالتزام، يعرف عليه الوطنية، يعرف عليه الشجاعة. الذكرى وما تحفظه من أحداث وطنية أحيت من جديد مواقف عاشها من مروا بمراكز التعذيب المتواجدة بالمنطقة. كما تهدر شيء اللي بتي يطرحك في الأرض هكذا، ومن بعد يشوفون هذيك يدير لك يقول بيسد يسدها كما هكذا، يقول لك يتحضر دير يدك هكذا، لكن الحمد لله ربي اللي عاونه. وعرفانا ببطولات هذا الوطني الثائر كرمت عائلته كرمز يربط الماضي بالمستقبل لمواصلة مسيرة البناء والرقي بهذا البلد المجيد. القنصلية الجزائرية بكريتاي بفرنسا احتضنت الاحتفالات باليوم الوطني للشهيد، حيث تم بالمناسبة تكريم أحد أبطال الثورة المظفرة المجاهد الحاج الأخضر رمضاي الذي استذكر رفقاء دربه الذين قضوا في ميدان الشرف. التقرير لكريمة لشمط والتغطية لزميل عفاف بالهوشت. ألوان العلم الجزائري وعلى أنغام النشيد الوطني صدحت قنصلية الجزائر بكريتاي بفرنسا في يوم أريد له أن يكون تكريما لواحد من أبطال الملحمة الجزائرية المجاهد الحاج الأخضر رمطاي. عرفت عن عميروش، عرفت سي الحواس، عرفت سي عثمان، سي عثمان تاع ولاية طروة، شكون إلى ولاية طروة، شكون إلى ولاية دو. تعود ذكرى يوم الشهيد ويعود معها استذكار مآثر الرجال الأبطال. جمعت أجيال الأمس بأجيال اليوم، وفي ذلك ترسيخ لتاريخ الأجداد وحفظ للأمانة. أفخر كوني من عائلة ثورية، وعلى نهج تضحياتهم سنواصل وأبناؤنا العمل من أجل جزائر مزدهرة. مبادرة إحياء هذه الذكرى لابد من تعميمها بجميع المدن بالخارج لتعريف بالذاكرة الوطنية. رسائل عطاء وأخرى امتنان تبعثها الذكرى كقيمة ترسخ للشهيد مكانته وتجمع الجزائريين أينما كانوا قلبا واحدا. في موضوع آخر، وتنفيذا لمخطط الاتصال المسطر من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وبهدف تثمين رابطة جيش أمة، نظمت زيارة لمركز تكوين القوات الخاصة ببسكرة، وهذا لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، وحضرها عن التلفزيون خالد بنغرينا. المدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة الشهيد خوجة مصطفى بالناحية العسكرية الرابعة كانت محطة لزيارة موجهة لوسائل الإعلام الوطنية، زيارة من شأنها تطوير العلاقة معها باعتبارها قنوات رئيسية لإيصال المعلومة. تنظيم مثل هذه التظاهرات الإعلامية التي تندرج في سياق مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي الذي يرمي إلى ترقية وتطوير صورة المؤسسة العسكرية بانفتاحها على الجمهور، وكذا تعزيز ومد جسور التواصل بين المواطنين ومؤسستهم العسكرية، تماشيا مع توجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وقناعتها بضرورة تمتين وتقوية رابطة جيش أمة. المناسبة كانت فرصة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية للاطلاع عن قرب على مهام المدرسة وطبيعة التكوين بها والتعرف على مختلف هياكلها. لمسنا تطور يعني في مستوى التكوين، طلعنا على أجهزة حديثة مستعملة في عملية التكوين. حظينا بفرصة للوقوف على عن قرب على هذه المؤسسة العسكرية العريقة والاطلاع على مستوى التكوين اللي توفروا من خلال المعدات والتجهيزات والتعليم النظري والتطبيقي. كانت فرصة
للوقوف عن كثب على مختلف الهياكل البيداغوجية والوسائط التعليمية، إضافة إلى الفضاءات الرياضية المتواجدة على مستوى المدرسة والتي تعكس في مجملها مدى تطور مختلف وحدات المدرسة. تنظيم هكذا تظاهرات من شأنه التعريف بأهم التطورات التي أحرزها الجيش الوطني الشعبي في مجالات متعددة وإعطاء الصورة الصحيحة للاهتمامات التي توليها القيادة العليا للجيش. في تطورات الوضعية الوبائية، سجلت 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 157 مريضا للشفاء، وهذا حسب ما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا دكتور جمال فورا. هذا وانطلقت بأضرار حملة التلقيح بتخصيص 870 جرعة ستوزع على 5 مراكز بكل من الولايتين المنتدبتين تيميمون وبرج باجي مختار. المزيد في مراسلة فاطمة زهرة بفرجلة. كل الإمكانات المادية والبشرية سخرت بمركز التلقيح ضد كوفيد-19 بأضرار لاستقبال المواطنين الذين كانوا كلهم واعي بأهمية العملية. أنا إنسان ديابيتيك، عندي تاع السكر، وجيت لهنايا للكوفيه اللي باش ندير الفاكسان تاع الكوفيد-19. هم قاموا بنا الله يكثر خيرهم وربي يجازيهم، نشكر الطاقم الطبي جميعا. الحمد لله لقينا الطبيب فحصنا للعمليه، يعني دار الفحص، وبعد الفحص مباشره وجهونا لقاعه التلقيح. يا ربي لك الحمد، الحمد دولتنا وخلاص، خلي لنا دولتنا اللي جابت لنا الشيء. بالإضافة إلى المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، تلقت الطواقم الطبية اللقاح، لا سيما وأنهم في الصفوف الأولى. بالنسبة للناس اللي تحب تتلقح تكون تستفاد من عملية التلقيح، يجوا على مستوى المركز تاع التلقيحات على مستوى هنا أمراض الكاك، أمراض السرطان. بالنسبة ولا أي مستشفى يمركوا الأسماوات نتاعهم ونشوفهم على حسب الأولويات وندخلوهم، نشوفوهم يديرون من الفحص الطبي ويقوم عملية تلقيح. احنا صراحة منذ تلقينا أول دفعة يوم الخميس مقدرة ب 870 جرعة، قمنا بتخزينها على مستوى مركز مكافحة السرطان بأضرار لتوفره على غرف التبريد المؤهلة لحفظ هذا اللقاح. كذلك قمنا بتحضير لعملية ثانية سوف تجرى إن شاء الله في الأيام المقبلة بعد تلقينا إن شاء الله للدفعة الثانية من اللقاح قريبا. حملة التلقيح ستشمل أيضا الولايات المنتدبة بولاية أضرار مع الحفاظ على ظروف التبريد للقاح وتوسيع العملية على كامل تراب الولاية. كما انطلقت بولاية منراسة عملية التلقيح ضد كوفيد-19. بريزة جلمدة وتفاصيل. ولاية طمرست بدورها تحصلت على حصتها من لقاح كوفيد-19، والتي سجلت منذ بداية الأزمة أزيد من 349 حالة مؤكدة، من بينها 36 حالة وفاة. عملية طبيعية جدا، عملية يعني أي إنسان يقدر يجي يدير الفاكسان. قمنا بالترتيب ولا بالبروغراماسيون تاع لا فاكسيناسيون سولون لا دوموند، وإن شاء الله نقوموا بتلقيح الأشخاص من tout dépend de l'eau اللي راح يلحقونا. pour l'instant راح نبداو ب 20 شخص في اليوم. العمليه هذه غادي نقوموا بها في كاع الدوائر والولايات المنتدبه، عين صالح، عين قزام، ومازال فيه جرعات واحد اخرى تجينا اوفيريا مزير، وما جينا نزيدو نقسموا على كاع البلديات والمراكز الصحيه. هذا ما يمنعش بلي لازم نواصلوا الحذر الحذر الحذر. كما سيشمل اللقاح المسنين والأمراض المزمنة كفئة معرضة للإصابة بالوباء في الأيام القليلة القادمة. دوليا وفي جديد ملف الصحراء الغربية، جددت المجموعة المشتركة لدعم الشعب الصحراوي ببرلمان جزر الكناري الإسبانية دعمها للقضية الصحراوية ووقوفها إلى جانب نضال الشعب الصحراوي عبر تنظيمهم استفتاء من أجل تقرير مصيره. هذا ونظمت مدينة نابولي الإيطالية أمس حفل توقيع كتاب جديد حول الصحراء الغربية بعنوان
بروسيدا يجب ألا يموت صحراوي البحر في قلبه لكاتبه شيرو برونو ليوناردو الذي يسلط الضوء على حياة جزء من الشعب الصحراوي الذي يعيش منذ عقود في المنفى بسبب الاحتلال المغربي. أخبار دولية مختصرة نتابعها في تقرير زميلة حفيظ عبد الصدوق. توحيد سياسات مكافحة وباء كورونا وآليات اقتسام اللقاحات في صلب اجتماع مجموعة الدول السبعة اليوم. الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يشارك في أول اجتماع له ضمن المجموعة وعد بتخصيص 4 ملايير دولار ضمن برنامج كوفاكس للتلقيح. كعربون امتنان أقامت مدينة تونغهوا بالصين عرضا للألعاب النارية للعاملين في القطاع الصحي الذين جاءوا إليها من كل أنحاء الصين لمساعدتها في مكافحة كوفيد-19، لفتة لاقت استحسان الطاقم الطبي. بعد رحلة استمرت 7 أشهر نجح المسبار بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا الأمريكية في الهبوط على كوكب المريخ. المسبار مصمم لاستخلاص عينات من الصخور من أجل تحليلها على الأرض والبحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل مليارات السنين. في روسيا توافد آلاف المشاركين إلى مضمار سباق التزلج على الثلوج وسط المناظر الجميلة والطقس البارد. أهم ما يميز هذا السباق هو مشاركة متنافسين من كل الأعمار وحتى عائلات بأكملها في أجواء من الطاقة الإيجابية والمرح. رأس السنة الصينية الحدث الأهم في الصين وفي مجتمعات أسيوية كثيرة، مناسبة تقليدية ضاربة في القدم في الحضارة الصينية. هذا العام هو عام الثور، مهرجانات وعروض ستجوب المدن الصينية استقبالا لربيع جديد. نشرتنا تمت مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء تعديل حكومي خلال خطابه أمس للأمة. رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا عن 30 شخصا من موقوفي الحراك الشعبي الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي المبارك. وكما تابعتم القرارات الهامة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى ترحيبا كبيرا وسط المواطنين، ورصدنا لكم في النشرة جانبا منها. وكما تابعنا وضمن الحملة الوطنية للتلقيح انطلاق العملية بكل من ولايتي أدرار وثمن راست. نشرتنا تمت مشاهدينا، السلام عليكم.